جاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه وقال له: يا إمام، رأيت رجل شرب الخمر ثم سطل، فمد يده إلى القمر ويريد أن يمسكه بيده. الرجل لما شرب الخمر اتسطل، فمد إيده للقمر يريد أن يمسكه بيده. فقلت في نفسي، الرجل اللي جاي يسأل الإمام مالك بيقول: فقلت في نفسي: امرأتي طالق، إن كان هناك شيء أخبث من الربا من الخمر، إن كان هناك شيء أخبث من الخمر يضعه الإنسان في جوفه. ثم أراد الرجل أن يتبين إن كان هناك فعلا شيء أخبث من الخمر التي تسمى أم الخبائث ولا لا، يعني هل يمينه وقع ولا لا. فجاء إلى الإمام مالك وسأله، فقال له الإمام مالك، وكان لا يتعجل لا يتسرع في الفتوى، قال له: أنظرني، ائتني من الغد. فجاءه من الغد، قال: أنظرني. 3 أيام وهو ينظر، حتى قال له: إن امرأتك طالق. فقال: كيف يا إمام؟ قال: لقد بحثت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أجد شيئا أخبث من درهم أو دينار يضعه الإنسان في جوفه من الربا، فلم أجد. يعني عايز يقول إن الربا أخبث من الخمر، الربا أخبث من الخمر. نعم نعم والله، على الأقل أنا أقول لك أن الله تبارك وتعالى لم يعلن الحرب، الحرب في القرآن حتى على قاتل النفس مع أن عذابه شديد، أو على آكل أموال اليتامى الذين يأكلون في أموالهم نارا سيصلون سعيرا، والكذب والزنا وكل هذه الأمور لم يعلن الله جل وعلا مع شناعتها، لم يعلن على أهلها الحرب لعلهم يتوب، إلا على آكل الربا. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب، من منا له طاقة؟ من منا يطيق حرب الله تبارك وتعالى؟ شوية برد بينيموني ونيموك في الفرش، فما بالك بحرب الله تبارك وتعالى. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنت آمنت بالقرآن. القرآن دائما يقول لك ذر ما بقي من الربا، اتق الله وذروا ما بقي من الربا. هل أنت يعني تمتثل أمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية وتترك الربا لوجه الله تبارك وتعالى، أم أننا يعني سنصر على معصية الله تبارك وتعالى لا سيما في هذه الأيام المباركات الفاضلات؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم المحرمات، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجزاكم الله خيرا.